لقينا الحل النهائي لمشكلة تكسر الشاشات، تركبها على الشاشة وانسى انها تنكسر، ممتازة جدا وانصحكم فيها. هذه الشاشة جديدة عندي ما كملت 3 شهور، شوفوا كيف جت الضربة من هنا، والان اشترينا هالشاشة الجديدة وبنركب لها الحماية بإذن الله تعالى. تركيبها جدا سهل بهذه الطريقة، وبعدين يجي عندنا حزام اول نركبه مثل كذا، والحزام الثاني، وخلاص كذا قضينا، ركبت عندي الحماية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله الوضوح، ما في انعكاس ولا شيء، ولا كأنك مركب حماية. وش رايك نجرب الجوال؟ لا لا ما يحتاج، ما عليك والله ما يجي شيء بإذن الواحد الأحد. شوف الجوال بنجرب الحين أقوى شيء عندي. طيب طيب نجرب شيء ثاني. الآن هذا الريموت شوفوا، قزازة العطر، القزازة انكسرت والشاشة لا زالت سليمة. واحد يقول لي طيب الماء كيف؟ لأن احترقت شاشته من الماء. صب ماء يا خالد، صب ماء، صب ماء، قرب هذا الماء شوف، ولا يجيها أي شيء. شايفين الماء؟ شوف الماء ينزل تحت والشاشة ما يجيها أي شيء من هالحماية البطلة. بحط لكم الرقم في المقطع والرابط في البايو. طبعا الحماية في شيء جودته سيئة وفي شيء جودته عالية، اللي هنا جودته عالية وعليها ضمان 3 سنوات.